شكرا للزميل أحمد فؤاد. بسم الله الرحمن الرحيم. أصدقائي المشاهدين، مشاهدي الجزيرة الرياضية، أحباء كرة القدم في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم. ولقاء العودة في نصف نهائي الأندية الأفريقية الشامبيونز ليج الأفريقي في الجونة في الغردقة في البحر الأحمر في ملعب الجونة دون جمهور، والأهلي يستضيف القطن الكاميروني في هذه المباراة، مباراة العودة. مباراة الذهاب من أسبوعين كما تابعنا في جاروة كان انتهت على مرتين، على مرحلتين، بعد إلغاء المباراة الأولى لسوء الأحوال الجوية والأمطار والرياح، وألغيت المباراة وأعيدت في اليوم التالي، وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي 1-1. مبونجو كان سجل للقطن، وأبو تريكا تعادل للنادي الأهلي بعد 160 دقيقة لعب على يومين. الآن في هذه المباراة، في هذه المباراة الأهلي يدخل هذا اللقاء والكل وراء النادي الأهلي، لأنه بمنتهى الأمانة هذه المباراة أو هذه البطولة هي الأمل الأخير لإنقاذ هذا العام كرويا. القطن ليس لديه ما يخسره، لن يبقي على شيء، وهذا الفريق يجيد اللعب خارج ملعبه، أيضا يجيد السفر، لكن بإذن الله لاعبي النادي الأهلي أبطال أفريقيا، حاملي اللقب الأفريقي، قادرون تماما على التعامل مع هذا الفريق وتحجيمه وإنهاء المباراة مبكرا بإذن الله. يبدأ اللقاء، ينطلق اللقاء بقيادة تحكيمية، طاقم تحكيم من موريشيوس راجين دراباسات ستيشورن بمساعدة من المساعد الأول روزاي أختار نواز، والمساعد الثاني بوتوم بالكريشنا. سيد معوض ورمي التماس أولى النادي الأهلي من الجانب الأيسر. نستعرض تشكيلة الفريقين. رمي التماس حكم اللقاء راجين دراباسات ستيشورن، يحتسب الكرة خطأ في تنفيذ رمي التماس من سيد معوض، ويحتسبها لمصلحة القطن الكاميروني. تشكيلة النادي الأهلي: شريف إكرامي في المرمى، الدفاع من 4 لاعبين: أحمد فتحي ناحية اليمين رقم 24، قلبي الدفاع شريف عبد الفضيل رقم 4، وبجواره محمد نجيب رقم 23، وسيد معوض رقم 17 في الجانب الأيسر. في وسط الملعب شهاب الدين أحمد رقم 30، رامي ربيعة رقم 3، وفي الأمام الرباعي المعتاد والمعهود والمنتظر والمتوقع منه إن شاء الله اليوم الكثير، وليد سليمان 11، تريكة 22، عبدالله السعيد 19، وأحمد عبد الظاهر رقم 21. أدي عبد الظاهر، لكن الدفاع الكاميروني، وأمام حكم اللقاء يسقط لاعب النادي الأهلي، لكن الحكم يشير باستمرار اللعب. ترجع الكرة مرة أخرى لعبدالله السعيد ناحية اليمين، وكرة الأمام شهاب الدين. اليوم طبعا محمد يوسف معاقب ومراقب المباراة، أثر مشكلة بالأمس قبل اللقاء، قبل المباراة، أنه المعتاد أن المدرب المعاقب وكان طرد في مباراة الذهاب في جاروة، المعتاد أن المدرب المعاقب يجلس في المدرجات، فالمشكلة أن المباراة بدون جمهور كعقوبة، وبالتالي كان رافض، لكن النادي الأهلي قدم التماس للكاف الاتحاد الأفريقي وشكوى، وبالفعل قبلت وموجودة. نشوف محمد يوسف موجود في المدرجات، لكن أحمد أيوب وباقي الجهاز الفني بيقودوا النادي الأهلي من المنطقة الفنية أو من أماكن الجهاز الفني. تشكيلة القطن الكاميروني في حراسة المرمى فيوجو، 4 لاعبين في الدفاع: أويونجو رقم 28، خلينا نشوف سيد معوض والكرة العرضية الأولى، لكن تخطئ الطريق، يبعدها الدفاع، ترجع الكرة مرة تانية رامي ربيعة على الأرض في الجهة اليسرى لسيد معوض، تتلعب على طول، وانتو رائع 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 سيد، خد راحتك خد راحتك يا سيد، اتلعبت الكرة، جول جول جول، عبدالله السعيد يسجل أول الأهداف، وبإذن الله لن يكون الهدف الأخير في هذه المباراة، أول هدف بعد أقل من 3 دقائق، أقل من 3 دقائق، ثواني أولى في هذه المباراة تكفي أبطال النادي الأهلي لتأكيد التفوق، لتأكيد التأهل إن شاء الله من هذه المباراة من الجونة. الجونة وجوه الجون، عبدالله السعيد رأسية جميلة جدا على يسار فيجو حارس المرمى الكاميروني، رأسية عبدالله تمنح النادي الأهلي التفوق والتقدم في هذا اللقاء، وتقترب به تماما. دائما الهدف المبكر، دائما الهدف المبكر، وأظن أننا يعني أدركنا ده وتأكدنا من ده تماما مؤخرا. هدف المبكر له مفعول السحر،
له مفعول السحر. في الدقيقة خمسة، لا والله مش في الدقيقة الخمسة ولا حاجة، مش في الدقيقة الخمسة. المذيع الداخلي الزميل يعني بيقول في الدقيقة الخمسة، ما كملنا ما حصلناش الدقيقة الخمسة، أمامنا على شاشة الدقيقة الثالثة. يسجل عبد الله أول أهداف النادي الأهلي بكرة عرضية روعة من سيد معوض، وتلعب الهات وخد أيضا رائع جدا بين سيد معوض وناحية الشمال أعتقد كان وليد سليمان. على أي حال أحمد عبد الظاهر، نادي الأهلي نفسهم مفتوحة ما شاء الله. أدي أبو تريكة، البحث عن فوز كبير، البحث عن فوز كبير. وليد سليمان يمر وليد، لكن يضغط الدفاع الكاميروني، ومرة تاني وليد سليمان يقطع ويلعبها عرضية من جديد، لكن تمر وتصل في الجهة اليمنى أحمد فتحي عبد الله السعيد، لكن ضاعت الكرة، اتردت من جديد للقط في نص الملعب لمبونجو أمامية ومحمد نجيب، وصفارة من حكم اللقاء وضربة حرة على نجيب. اليوم محمد يوسف لم يبدأ بوعي الجمعة، لم يبدأ بحسام عاشور، شريف عبد الفضيل وشهاب موجودين ورامي ربيعة. طبعا الهدف كان في توقيت مبكر جدا، حتى ما لحقناش نقول تشكيل القطن الكاميروني، لكن خلينا بعد هذه الكرة بعد الضربة الحرة للضيوف خلينا نشوف هتتلعب ازاي. اتلعبت الضربة الحرة في محاولة لصنع وخلق جملة تكتيكية او جملة متفق عليها، لكن ضيعوها. تصل لعبدالله السعيد أمامية العبد الظاهر، وتطلع الكرة برة ورمي التماس للقطن الكاميروني كوتون سبورتس بطل الدوري الكاميروني 11 مرة، واللي وصل قبل كده المباراة النهائية لهذه البطولة نتذكر في 2008 مع النادي الأهلي، وفاز الأهلي باللقب على حساب القطن الكاميروني. كرة الأمام يبعدها شريف عبد الفضيل، توصل كرة مرة تانية لسيد معوض صانع الهدف. سيد معوض لعب الكرة العرضية بدقة بإتقان على راس عبد الله السعيد اللي نجح في انه يخطف الدفاع الكاميروني وتفوق عليهم ويضع الكرة في المكان المناسب والملائم تماما على يسار الحارس فيجو اللي ما قدرش يعمل حاجة. الكرة تتلعب، الكرة تتعكس في الجانب الأيمن، أويونجو حاول مرور مبونجو، عرضية خطيرة جدا والدفاع الأهلاوي مش موجود. مرة أخرى للكابتن بابي دي والعرضية مرة تاني، وفرصة كبيرة للقط، ارتباك للدفاع الأهلاوي وتسديدة، لكن تطلع الكرة بره. الكرة العرضية كانت من موسى يدان، والتسديدة كانت من هذا اللاعب بابي دي كابتن وقائد الفريق. تشكيلة القطن فيوجو في المرمى، أويونجو 28، أمينو بوبا أمينو 26، موسى يدان رقم 23، نيس أوزينجوري زيمبوري رقم 5 لاعب أفريقيا الوسطى الدولي، في وسط الملعب يوجودا رقم 14، مانجامبا رقم 21، بوكاما كايا رقم 10 اللاعب الكونغولي، بابيدي كابتن وقائد الفريق رقم 13، مبوندو رقم 17، وامبونجو رقم 8، إيمانويل بونجو رقم 8 أحد هدافي هذا الفريق، لكن الهداف وأحد هدافي البطولة هو يوجودا رقم 14 كادا يوجود، 6 أهداف في هذه البطولة. أحمد فتحي لشريف عبد الفضيل، مش عايزين الهدف المبكر، يدفع لاعبي الأهلي للاطمئنان الزائد والاسترخاء الزائد والثقة الزائدة، لا هدف إن شاء الله يجي وراء أهداف تاني عشان نخلص من بدري ونستمتع بقى، يعني المتعة مطلوبة برضو، الجمهور يبحث عن المتعة الكروية. سيد معوض محمد نجيب يلعبها للشريف عبد الفضيل، يتقدم شريف، أمامية مرة تانية لأحمد فتحي. شريف عبد الفضيل، خلي بالك يا شريف، سيد معوض كل الجهاز الفني بيقوله قدام قدام، العب الكرة الأمام، يعني اهي اتلعبت اهي. وليد سليمان ينطلق، وليد وعبد الظاهر مستني، لكن ترجع الكرة مرة تانية على حدود منطقة الجزاء، شهاب يستلم، شهاب مميز في التسديدات، شهاب ولو جات له الفرصة مش هيفوتها. اتلعبت الكرة من رامي
لكن برا الملعب وأوت رمي التماس للقطن الكاميرون. سيباستيان دي سابر مدرب القطن الكاميروني المدرب الفرنسي للقطن موجود أيضا ومتواجد في المنطقة الفنية. مبونجو وطالت الكرة وخرجت لضربة مرمى النادي الأهلي. إيمانويل مبونجو من ياويندي هذا اللاعب 20 سنة ومعظمهم أعمارهم صغيرة، يمكن مبوندو هو اللي 28 سنة وكان له تجربة احتراف برا ورجع تاني. ضربة مرمى النادي الأهلي، شريف يلعب الكرة طويلة تترد من جديد، رامي ربيعة، عبد الله السعيد يلعبها يلمسها عبد الظاهر، حكم اللقاء يشير باستمرار اللعب، تلعب مرة تاني الأمام إلى بابيدي في نص الملعب، بابيدي يلعبها عالية وأمامية واستلام ودخول داخل منطقة الجزاء وشريف إكرام يخلص. لا، في تراجع، في تراجع من لاعبي النادي الأهلي وده غلط، ومحمد يوسف في المدرجات والجهاز الفني النادي الأهلي طبعا أحمد أيوب وعلي ماهر وطارق سليمان وسيد عبد الحفيظ لازم يتكلموا مع اللعيبة، لأن في تراجع وفي انكماش غير مبرر. خلاص تقدمنا في النتيجة، المباراة أصبحت أسهل كتير، كان مطلوب يعني على الأقل التعادل السلبي، سجلنا هدف مطلوب تسجيل التاني والتالت لقتل أي أمل في نفوس لاعبي القطن الكاميروني. كرة الأمام، لأن يعني حتى الآن النتيجة النادي الأهلي متقدم لكن القطن بيحسبها بشكل تاني. قطن حساباته في الذهاب والعودة، حسابات الأهداف المسجلة والأهداف اللي في مرمى، واحد واحد هناك، لو سجل هدف هنا تبقى واحد واحد هنا وبالتالي تتساوى الكفتان. لا مش عايزين كده، هدف تاني وتالت يخلص الموضوع بدري. كرة ناحية الشمال، استلام من شهاب تتلعب لوليد، يقرب شهاب لكن سيد معوض يلعبها أمامية سيد لأحمد عبد الظاهر، استلم الكرة أحمد عبد الظاهر وهناك فاضي وليد سليمان يستلم الكرة، مخترقين احنا مخترقين الجبهة اليسرى تماما النادي الأهلي أو اللي هي اليمنى للفريق الكاميروني يعني. وليد سليمان والتركيز كله هناك، تنويع برضو مطلوب. ادي رامي ربيعة ينوع فعلا لابو تريكا يفتح اللعب ناحية اليمين، ادي الجبهة اليمنى احمد فتحي يتقدم، فتحي اظبط يا فتحي، اظبط يا فتحي، هيسدد فتحي، لا لعبها لعبها في المرمى فتحي لكن كانت اقوى من اللازم وخرجت لضربة مرمى. عبد الله السعيد صاحب الهدف، وادي اعادة لكرة فتحي لعبها برجله الشمال. طبعا يعني أرض الملعب والأرضية، لكن ما حدش يقدر يتكلم، ما فيش حد يقدر يفتح، الناس مشكورين تماما في ملعب الجونة وما وفروه وما قدموه طول الفترة العصيبة اللي فاتت. يعني كانت عملية إنقاذ بالفعل ملعب الجونة في البحر الأحمر كما قلت في المنتجع الهادئ رائع الجمال. أورلاندو ينتظر في المباراة النهائية بعد وصوله بالأمس 0-0 1-1 مع الترجي، وطبعا إن شاء الله مباراة الذهاب في جوهانسبرغ الذهاب بره 1 أو 2 أو 3 نوفمبر، والعودة إن شاء الله نتمنى أن تكون في القاهرة لكن قد تكون هنا في هذا الملعب 8 أو 9 أو 10 نوفمبر. تطلع الكرة برا، طبعا كان هناك نهائي الاهلي وفريق اخر من جنوب افريقيا في 2001 نتذكر الاهلي وسان داونز وتعادل الاهلي في جنوب افريقيا 1-1 وفاز في استاد القاهره 3-0 في المباراه النهائيه وحصد اللقب. وائل جمعه على دكه بدلاء مع باقي بدلاء النادي الاهلي في الربع ساعه الاولى من هذه المباراه. ضربه حره خطا على احمد عبد الظاهر، تتلعب الكرة اويونجو يلعبها امامية لكن ضاعت، ترجع مرة تاني النادي الاهلي ابو تريكا بلمسة واحدة، رامي ربيعة
لعبها صعب على شريف لكن خلصها شريف على الفضيل. عبد الله السعيد، عبد الظاهر، ترجع الكرة مرة تانية للقط لبابيدي، يسلمها بابيدي ناحية اليمين لمبونجو، إيمانويل مبونجو، لكن يميل محمد نجيب للجهة اليسرى ويغطي وتطلع الكرة برة تاني لرمي التماس. رمي التماس للأهلي، احتياطي يا أبو دلاء. القطن الكاميروني مع مساعد المدرب جابرييل أمان، كان يعني في ذهن المدرب الفرنسي سيباستيان دي سابرو، وكان في فكره واستراتيجيته وتخطيطه المباراة الاعتماد على المرتدات والرقابة على نجوم النادي الأهلي ومفاتيح لعبه، لكن الهدف المبكر صناعة سيد معوض ورأسية عبد الله سأربكت كل هذه الحسابات وكل هذه الخطط، وبالتالي ستجبر القطن على الهجوم، والفرصة متاحة للنادي الأهلي لزيادة رصيده من الأهداف وتأكيد وضمان التأهل أكثر وأكثر، والأهم الأهم هو تصدير المتعة للجمهور. سيد معوض أبرز وأنشط لاعبي النادي الأهلي في هذه المباراة حتى الآن، والهات وخد المتكرر، اتنقلت الكرة لأحمد فتحي ناحية الشمال، لكن أويونجو يضغط على فتحي والمساعد يرفع الراية ويحسبها ضربة حرة للقطن الكاميرون. تلعب الكرة على طول، بابيدي لعبها غلط، عبد الله السعيد هناك فاضي، هناك فاضي، تلعبت على الأرض فعلا لأبو تريكا، لوليد سليمان، يرجع الكرة ورا لسيد معوض، يبدأ الهجمة مع رامي، أحمد فتحي يتقدم، فتحي يقرب عبد الله السعيد، استلم من جديد فتحي، ضغط من الفريق الكاميروني، نجحوا في استدراجهم، نجحوا في استدراجهم لاعبي النادي الأهلي، استدرجوهم، رامي ربيعة خلص الكرة بشكل رائع جدا، لو اتلعبت بسرعة ممكن. أدي سيد معوض وليد سليمان مرة تاني، سيد ووليد، وليد يا ولد، يمر وليد بمهارة وحكم اللقاء يحسبها ضربة حرة للنادي الأهلي. كوبري على الماشي كده، وليد سليمان لمانجامبا، كارلا مانجامبا حكم اللقاء كما قلت من موريشيس، راجين دراپارساد ستيشورن، ودولي من عام 2003، وضربة حرة للنادي الأهلي. عبد الله السعيد، عبد الظاهر في منطقة الجزاء، والكرة اتلعبت قوية لكن الحارس ماكسيم فيوجو يمسك الكرة بثبات. رامي ربيعة عطل حارس المرمى، رجع زملاء لاعبي النادي الأهلي، وبدأت هجمة جديدة للقطن الكاميروني في مواجهة 2008. طبعا يعني قبل كده كان فيه النادي الأهلي لعب مع كانون ياويندي مواجهات شهيرة جدا، مواجهة في 83 في ربع النهائي، وفاز الأهلي 5-0 في ملعب المولين العرب، وكان هدف شهير جدا لكابتن مصطفى عبده من بعد نص الملعب بشوية، يعني مباراة شهيرة جدا، مباراة 5، وكان طاقم التحكيم تخلف ولم يأتي واستعانوا بطاقم تحكيم، مباراة شهيرة 5-0 و1-0 في ياويندي في 84 تاني، كانوا ياويندي في نهائي كأس الكؤوس 1-0 في القاهرة في استاد القاهرة، هدف مجدي عبد الغني 1-0 لكانون ياويندي وركلات ترجيح، وفاز الأهلي وقتها 4-2 بركلات ترجيح. مباراة القطن بقى في 2008 فاز الأهلي في القاهرة 2-0 والجمعة وفلافيو، وهناك في جاروة اتعادلوا 2-2، أحمد حسن وشادي محمد كان سجل هدف من ركلة جزاء، كان هدف التعادل وقتها، وفاز الأهلي بالبطولة طبعا في 2008. تتلعب الكرة وبالكعب وتسلل وضربة حرة غير مباشرة على القطن الكاميروني، تسلل واضح، ادي الكعب وادي اللاعب وحده تماما، وادي الراية من المساعد الثاني لحكم اللقاء روساي اختار نواز. طبعا في موريشيس يعني هناك اثنيات وعرقيات، بلد جميلة الحقيقة موريشيس، يعني من اجمل بلاد القارة الافريقية ومن اجمل بلاد العالم الحقيقة،
وهناك تعايش رائع بين الجميع هناك في موريشيوس، تلاقي من أصول هندية ومن أصول صينية. فاكرين الحكم القديم، حكم موريشيوس القديم كان اسمه كيم تشونج، حاجة يعني من أصول. أدي كرة خطيرة جدا، وشريف إكرامي يمسك بثبات. يلعب شريف، فهو طاقم التحكيم واضح ان من اصول هندية او في شبه القارة الهندية، مش الهند الهندي يعني، شبه القارة الهندية وما يجاورها يعني. اختار نواز وبال كريشنا وحكم اللقاء راجين دراباسات ستي شورت. كرة الامام عبد الله السعيد، لعبها غلط عبد الله، اتلعبت الامام مرة اخرى لإيمانويل بونجو، يسلم ويجري يستلم، لكن احمد فتحي في التغطية موجود حاضر مركز رائع. دايما فتحي تلاقيه دايما فتحي في الاوقات الصعبة دايما، حتى في 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 اوقات الاداء السيء لفريقه سواء في النادي او في المنتخب، تجد فتحي لوحده كده بيغرد وحده. ادي وليد سليمان والدفعة واضحة، وحكم اللقاء يبدو انه حسبها على وليد. على اي حال رجعت لشريف اكرامي، داخلين على نص الشوط الاول، التقدم نادي الاهلي 1-0. شريف اكرامي يلعب الكرة الامام، تمر من احمد عبد الظاهر وتوصل لفيوجو حارس مرمى القطن. لعبها فيوجو غلط، وترجع الكرة مرة تاني من تريكا لعبد الله السعيد لوليد سليمان. استلم صح يا وليد، استلم يا وليد، سدد وليد برجله اليمين. لو على الشمال، لو على القدم اليسرى، لكن لعبها وليد ضعيفة. كان ممكن والله يسدد بالشمال، على اي حال ده قراره واختياره. تروح بالشمال بالقدم اليسرى هناك في الزاوية البعيدة، على اي حال البحر اهو باين من بعيد، اهو البحر الاحمر. واحد رامي، رامي اتلعبت الكرة، رجعت لعبد الله السعيد مرة تاني على الارض لسيد معوض. في لاعب من القطن على الارض، يجودة، هذا يجودة 6 اهداف في البطولة، هذا اللاعب هداف البطولة مع احمد جعفر ومع مامادو سورو لاعب جيكانو، وعماد متعب كمان في القائمة جايب 4 اهداف. عماد موجود المفروض وجاهز وموجود على دكة البدلاء، كابتن خالد مرتجي وباقي المسؤولين والجمهور او الحضور القليل اللي بيحضر هذه المباراة طبعا بصفة رسمية وبصفاتهم سواء مصاحبين ومسؤولين مصاحبين لبعثة القطن الكاميروني او من المسؤولين في النادي الاهلي ومن المنظمين المباراة. شريف اكرامي يلعبها شريف للامام، يرجع الكره مره تانية احمد عبد الظاهر، عبد الله السعيد يضغط عبد الله، يقع على الارض عبد الله السعيد، حكم اللقاء بيطمن عليه، لكن بيجري عبد الله وبيتحرك وبيعمل مجهود كبير في هذه المباراه لغايه دلوقتي، لغايه نص الشوط الاول طبعا بخلاف الهدف اللي سجله. ضربة حرة للنادي الأهلي، أحمد فتحي، أبو تريكا ورامي ربيعة في منطقة الجزاء، والرأسية من رامي، لكن يدوب تمر فوق العارضة وتطلع الكرة لضربة مرمى، لكن اتلعبت بشكل جيد. دفاع القطن الكاميروني في مشكلة كبيرة جدا، وكان الكلام كله قبل المباراة عن التركيز على الكرات العرضية، وبالفعل العرضيات تنسف دفاعاتهم الضعيفة، وهذا ما حدث في الهدف، هو ده اللي حصل في الهدف بالظبط. الكرة العرضية من سيد معوض، وكان يعني كان واضح من المباراة الأولى مباراة الذهاب وحتى من متابعة لمشوار القطن الكاميروني في طريقه للتأهل لنصف النهائي لهذه المباراة. ضاعت الكرة، بابيدي ورامي ربيعة طلع الكرة بره،
هذه سيباستيان صابري المدرب الفرنسي ملوش تجارب تدريبية كتير. سيباستيان صابري يعني هو من فالونس ودرب أسك قبل ذلك، أسك بموسى الإفواري، وتولى المسؤولية هنا وما زال صغير، ما زال 37 سنة. محمد يوسف 43 سنة، يعني اثنين مدربين شباب في قيادة الأهلي وقيادة القط. وليد سليمان، سيد معوض، الجبهة اليسرى الخطيرة والنشطة جدا في النادي الأهلي، أبو تريكة، عبد الظاهر، وهناك فاضي وليد، يقع عبد الظاهر وحكم اللقاء يحسبها ضربة حرة النادي الأهلي. أصحاب الرقم القياسي النادي الأهلي 7 ألقاب أفريقية والثامن بإذن الله قريب، الثامن في الطريق ليتربع النادي الأهلي وحيدا منفردا على عرش القارة الأفريقية على صعيد الأندية في دوري الأبطال الأفريقي. أبو تريكة تتلعب وتضيع، ترجع الكرة مرة تاني لأحمد عبد الظاهر، أبو تريكة ياخدها تريكة لكن يبعدها الدفاع، تعلى الكرة فوق في نص الملعب، شريف عبد الفضيل، تتلمس من عبد الله لابو تريكا، يا ولد ادي انفراد على التسلل. خلينا نشوف الاعاده لان الكره فيها شك، يعني تمريره ابو تريكا البينيه لاحمد، اشوف شوف فيها، لا ما في، لا فيها اوفسايد، لا لا تسلل تسلل سليم، قرار فرقت يعني جزء من الثانيه، لكن عبد الظاهر يظبط نفسه بقى مع المدافعين ويكسر ويضربوا، يحاولوا يضربوا ويكسروا مصيده التسلل دي، لان الدفاع سهل ان هو يضحك عليه وسهل ان هو يخدع. والاهلي لو ركز ممكن يخرج بنتيجه قياسيه في هذه المباراه. تطلع الكره مره تانية، رمي التماس، ايمانويل مبونجو ايوانجي، شريف اكرامي، يلعبها طويلة توصل لعبد الله السعيد، عبد الله السعيد بالمهارة يحافظ على الكرة، ترجع له من جديد عبد الله، يخلصها جميلة لأحمد فتحي لكن ما حدش ظهر لفتحي، ظهر عبد الله لكن متأخر، اتقطعت الكرة من بابيدي، جامفيس بابيدي، يدان للحارس فيجو، روح يا تريكا زي ما سمعين أحمد أيوب، لكن لعبها الحارس، ترجع الكرة مرة تاني في جي بابيدي، سيد معوض يضغط وتلعبت الكرة أمامية، ترجع من جديد للقطن الكاميروني، لازم ناخد بالنا يعني حذاري من ان هم يجرونا للعشوائية، للعب العشوائي لازم يبقى في تنظيم ويبقى الهدف واضح أمام اللاعبين وأمام الجهاز الفني، إيه المطلوب من اللاعبين، وزي ما بدأنا يعني زي ما النادي الأهلي بدأ المباراة كان بشكل جيد، أدي الوان تو، أدي لا تخد، والله عبد الظاهر هو اللي عمل الوان تو، عبد الظاهر، سيد معوض وعبد الظاهر مش وليد سليمان، لازم نعيد الحق، نعيد الفضل لأهله، يعني نعطي كل ذي حق حقه، عبد الظاهر كان هو صاحب الوان تو، هو صاحب الهات وخد مع سيد معوض، لكن عرضية روعة من سيد معوض، وزي ما شوف من بداية من أول هجمة من أول هجمتين كان واضح أن سيد معوض وفعلا يصنع الهدف بشكل رائع جدا. أحمد عبد الظاهر مرة تاني يحافظ على الكرة لكن تضيع، توصل ليوجودا، كادا يوجودا، تتلعب للأمام، يوجودا مرة تاني أمامية طويلة عالية برا الملعب، رمي التماس ما يلحقهاش موسى يدان الظهير الأيسر، رجعت الكورة وخرج التاني، رمي التماس للنادي الأهلي، خليك عبد الله خليك مكانك، احمد فتحي لعبد الظاهر، ودفعه واضحه جدا من اويونجو، اللي متولي رقابه احمد عبد الظاهر في هذه المباراه، دفعه واضحه وضربه حره للنادي الاهلي، تتلعب الكره عاليه من احمد فتحي،
يبعدها الدفاع، ترجع الكرة مرة تانية. خلي بالنا من المرتدات، هذه الهجمات المرتدة اللي بيوجدها هذا الفريق، بيوجدها خارج ملعبه تحديدا، واتلعبت للأمام، لكن تغطية دفاع النادي الأهلي موجود، شريف عبد الفضيل يغطي ويطلع الكرة برة لرمي التماس، تتلعب تاني للأمام، بابيدي على الأرض ناحية اليمين أمينو، لكن في صفارة، في تسلل من بوبا أمينو، تسلل واضح، تسلل واضح، وضربة حرة غير مباشرة للأهلي. الأهلي تصدر، تأهل لنصف نهائي طبعا بصدارة المجموعة، كان تأهل أولا في دور 32 تذكر الكيني 2-1 و2-0، البنزرتي بعد ذلك في دور 16 0-0 و2-1، ثم في المجموعة تصدر المجموعة الأولى 11 نقطة مع الزمالك 1-1 و4-2، مع أورلاندو خسر 3 وتعادل 0-0 برا، مع ليوباردز 1-0 فوز 1-0 في المباراتين 1-0 و2-1. قطب الكاميروني كان تاني المجموعة التانية بثمان نقط، مع الترجي خسر في المرتين 2-0 و2-1 على ملعبه. سيو سبورتا الإيفواري فاز 1-0 وتعادل 0-0، ريكرياتيفو الأنجولي 2-1 و1-1. كرة الأمام للقطن الكاميروني في نص الملعب، رامي ربيع يضغط لكن من بعيد، واتلعبت الكرة جوه منطقة الجزاء، خطيرة الهجمة، خطيرة الهجمة، إيمانويل مبونجو يلعبها داخل منطقة الجزاء، ومرة تاني البحث عن التسديد، وبابيدي يلعب الكرة في الجبهة اليسرى لموسى يدان، والرأسية يبعدها الدفاع الأهلاوي، لكن لسه من نصيب القطن الكاميروني. كرة الأمام، يضغط تريكا من غير فاول. يا ولد يا أخي، حتى ضغطتك، حتى التاكلينج، حتى استخلاص الكرة مختلف من أبو تريكا. على أي حال رجعت الكرة مرة تانية للقطن الكاميروني، يعني حقيقة كان قرار، وكان الكلام، كل الكلام اللي أثير الأسبوع الماضي وأبو تريكا وبطولة أفريقيا، شوف تمرير التريكا، شوف المساحة، لكن عبد الله السعيد طالت عليه الكرة وخرجت لضربة مرمى. كلام كان كتب على لسان تريكا ولم يتأكد إلا بعد ما عادت البعثة من غانا وتم سؤال أبو تريكا، ويعني قال لك لا وقت الكلام الآن، وإنه كان الكلام إنه ينتظر بطولة أفريقيا مع النادي الأهلي، وبعد ذلك إن شاء الله بعد الفوز ببطولة المشاركة في كأس العالم للأندية، وبعد ذلك سيكون هناك كلام. الكل يطمع في إن يعني الظروف قد تغير هذا القرار لأبو تريكا. هو مهم ان اللاعب يختار الوقت المناسب، ولا اعتقد ان هو ده الوقت المناسب، يعني طبعا هو قرار شخصي للاعب، لكن يعني الابداعات والاحتياج والموهبة النادرة والأخلاق الرفيعة والعالية، كيف يعوض كل ذلك؟ يعني صحيح أن الحياة لا تتوقف على أحد، لكن الكل يطمع في أن يعني أبو تريكا يعيد النظر في هذا التفكير، أو يؤجل هذا التفكير بعض الشيء مش وقته. على أي حال نرجع للمباراة، أبو تريكا يعني لما يسيب الكرة، لما يترك الكرة، لازم تبقى مصر كلها، العالم ده كله ومصر كلها لازم تحيط هذا القرار، وتحيط ويتم الاحتفال بالاحتفال اللائق وتكريم التكريم اللائق. يبقى الوقت مناسب والظروف مناسبة. على أي حال ترجع من جديد أحمد فتحي أمامية، عبد الله السعيد يضغط تاني،
على حدود منطقة جزاء القطن الكاميروني. وصلنا للدقيقة 34. طبعا أصوات الموبايلات يعني هي مشكلة المباريات اللي من غير جمهور، إن أي همسة في الملعب يعني بتتسمع في أي مكان. فاللعيبة في ملعب سامعين أصوات الموبايلات برا الملعب. كرة عالية مرة تانية على حدود منطقة الجزاء، لعب لين بونجو وشريف إكرامي. ده اللي بنقول عليه، ده اللي بنقول عليه، في تراجع، في تراجع، في تكاسل، في اطمئنان، في ثقة زايدة، في يعني اعتماد على الهدف المبكر. وشريف إكرامي ينقذ مرمى النادي الأهلي من هدف التعادل من إيمانويل مبونجو في لحظة غفلة، في لحظة سرحان من دفاع النادي الأهلي. وصلوا للمرمى، آدي مبونجو، يمر مبونجو، وشريف إكرامي رائع في هذه اللقطة ينقذ المرمى الأهلاوي من هدف أكيد، من هدف أكيد. لمست الكرة وكان تحت رقابة محمد نجيب بونجو، لكن لف بيه وهرب منه وأوجد لنفسه فرصة للتسديد والمحاولة على المرمى، لكن شريف إكرامي يتصدى. كرة على الأرض، اتلعبت لموسى يدان، عرضية داخل منطقة الجزاء، وصفارة من حكم اللقاء، ضربة حرة. ضربة حرة للنادي الأهلي. دراجين دراپارساد ستيشورن وسيباستيان دي سابر، والضربة الحرة شريف إكرام. لما بنقول ان الهدف المبكر له مفعول السحر، ما ممكن السحر ينقلب على الساحر، وقلنا الكلام ده كتير قبل كده، انه في معظم الاحيان بيكون نعمة، لكن في بعض الاحيان لو لم يستغلوا الفريق اللي بيسجل الهدف المبكر بيتحول لنقمة حقيقية بيجي على دماغهم. يعني الاهلي لابد ان يستغل هذا التقدم. تلعبت الكرة لعبد الله وطلعت الكرة من عبد الله السعيد، يلمسها الدفاع ويجيب منها ضربة ركنية. عبد الله السعيد صاحب الهدف الوحيد والذي لا يكفي حتى الآن، ماكسيم فوجيو، وضربة ركنية النادي الأهلي من ناحية الشمال. تتلعب الضربة الركنية وحشة على الأرض، سيئة جدا، اتلعبت على الأرض وفرطنا فيها بسهولة. تعود من جديد، شهاب يقع وحكم اللقاء قريب ويشير باستمرار اللعب، وواضح ان شهاب فعلا ما كانش فيه عرقلة ولا حاجة، وحظه كويس انه ما ادالوش انذار. لا فعلا ما فيهاش اي حاجة، يعني دي كرة زي دي وامام، شوف قدام الحكم، حظه كويس شهاب انه ما خدش فيها انذار. تتلعب على الارض وتسلل، لا يوجد تسلل. بابيدي مرة تاني، القطن متفوق الآن، كرة عرضية خطيرة جدا، وينقذها شريف عبد الفضيل قبل أن تمر لشباك النادي الأهلي. لا مش هينفع كده، مش هينفع، القطن تفوق، القطن نجح في أنه يصل. شوف الكرة العرضية دي ومشيت وفاتت وعدت من شريف إكرامي، رجع شريف لمرماه، لكن شريف عبد الفضيل، شريف الآخر، هو اللي ينقذ مرمى النادي الأهلي من هدف تاني. يعني شريف إكرامي أنقذ فرصة من شوية، والآن شريف عبد الفضيل، ولا بد من علاج هذا الخلل لأن القطن تفوق وطمع بمعنى آخر، وراحت الهيبة والرهبة، رهبة المباراة وصدمة الهدف المبكر، واضح ان هي راحت دلوقتي من نفوس لاعب القطن الكاميروني، وبدأوا يهاجموا ويوصلوا لمرمى النادي الأهلي. مطلوب تركيز اكتر، مطلوب روح، مطلوب اصرار اكتر من كده، ومطلوب حد يتكلم مع اللعيبة من برا الملعب يفهمهم ان المباراة لسه ما خلصتش، ان المهمة لم تحسم بالهدف المبكر اللي سجلوه ده، لا لسه.
كرة أمامية أحمد فتحي عبد الظاهر يبعدها الدفاع ترجع الكرة تاني وتخرج إلى رمي التماس للأهلي. 39 دقيقة على البداية الدقائق الأخيرة في الشوط الأول ورمي التماس تاني النادي الأهلي لكن من مكان أقرب بكتير بوبا أمينو 22 سنة هذا اللاعب أحمد فتحي يلعبها لرامي ربيعة يعكسها هناك ناحية شمال عبد الله السعيد فاتت الكرة ومشيت ورمي التماس للقطن تلعب مرة تانية بوبا أمينو يلعبها على الأرض يجودة يضغط رامي ربيعة لكن الهجمة تستمر توصل ليه أويونجو يعكسها أويونجو وسيد معوض يبعد الكرة ترجع من جديد جان فيس بابيدي قائد هذا الفريق أويونجو عندهم الجبهة اليسرى أيضا مميزة جبهة اليسرى قوية أويونجو وموسى يدان بيكملوا مع بعض وعاملين ثنائيات حاولوا يخترقوا أحمد فتحي بيتصدى لهذه الجبهة لغاية دلوقتي تمريرة بينية من أبو تريكا شوف بينية أبو تريكا اللي احتسب التسلل احتسب المساعد تسلل الأوفسايد صح لكن على أحمد عبد الظاهر لو فاكرين لكن التمريرة في حد ذاتها من أبو تريكا كان فيها جمال كان فيها مهارة كان فيها رؤية رامي ربيعة يلعب السايد معوض آخر خمس دقايق في الشوط الأول عبد الله السعيد اتقطعت الكرة رامي ربيعة يروح ناحية الشمال ويضغط لكن الهجمة الكاميرونية تستمر بابيدي يلعبها جوه منطقة الجزاء يعكسها يحاول يجري عليها يدار يستلم بوكاما كايا الكونغولي يضغط عليه أحمد فتحي مطلوب مساندة فتحي هنا في المكان ده في هذا الجانب كرة تاني وتسديدة قوية وشريف إكرامي على مرتين رائع شريف للمرة التانية كادا يجودة يجرب هذه المرة من خارج منطقة هذه اللاعب هو هذه 14 وده ايه ده 19 سنة فقط هذا اللاعب مواليد 94 واحد هدافي الفريق وهداف البطولة يسدد كرة قوية جدا من خارج المنطقة ويمسكها شريف على مرتين الأهلي متراجع بابيدي تركنا المجال للاعبي القطن لينسجوا هجماتهم كيفما شاءوا ويصلوا إلى مرمى شريف إكرامي أكثر من مرة الآن ثلاث مرات في منتهى الخطورة ولا بد من علاج كل ذلك ضاعت الكرة تسلل على القطن هذه التسديدة اللي أنقذها الشريف على مرتين كرة خطيرة جدا وكان في متابعة كمان من إيمانويل مبونجو لكوتوني الفريق القطن الكاميروني حكم اللقاء راجين درابارساد ستيشورد ضربة حرة غير مباشرة واضح إيمانويل بونجو ده صاحب هدف الذهاب اللي كان متابع الكرة اللي فاتت دي كان صاحب الهدف في مباراة الذهاب مباراة جاروة مباراة اللي أعيدت طبعا في لقاء الإعادة خرجت الكرة رمي التماس تاني النادي الأهلي تتلعب على طول محمد نجيب ضربة حرة لا رمي التماس سيد معوض خلي الكرة معانا واضح تماما كلام الجهاز الفني من برا الملعب الاحتفاظ بالكرة في الثواني المتبقية دي مش مطلوب ابدا ان القطن يصل تاني لمرمى النادي الاهلي مطلوب على الاقل طيب الخروج بهذه النتيجة في الشوط التاني يحلها الحلال لكن القطن بيحاول والقطن زي ما قلت وصل ثلاث اربع مرات ادي الكوره خلاص امسك كوره احتفظ ما تفرطش فيها ما تضيعهاش ما تفقدهاش بسهول وليد سليمان يمر بمهاره لكن برضه يضيع الكوره بسهوله غريبه جدا تفريط هيحسب قد ايه حكم اللقاء اضغط
هيحسب قد ايه وقت بدل ضايع. اتلعبت الكوره مره تاني، التمريره ورا خلف دفاع النادي الاهلي وفي منتهى الخطوره، وحكم اللقاء فين؟ اشار باستمرار اللعب. يلا الهجمه المرتده، خلصها، امسك كوره يا تريكا، امسك كوره. مشي برضو، استعجل ابو تريكا، استعجل ومشي غلط. هل في حمل بدني زائد؟ هل في ارهاق؟ ما هو تفسير اللي بيحصل امامنا ده في النص الثاني من الشوط الاول تحديدا، يعني بعد 20 او 22 دقيقه، تراجع النادي الاهلي كتير. طبعا في ارهاق، والسفر الكاميرون الاول ثم العوده، والسفر لغانا بعد كده، والعوده وتوالي، وبعدين لعبوا مباراتين في الكاميرون مش مباراه واحده، يعني 160 دقيقه لعب على يومين، ارهاق ماشي. لكن كان لازم لابد التعامل مع هذه المباريات المتتالية والإرهاق والأحمال البدنية، كان لابد التعامل معها عشان ما نشوفش اللي احنا شايفينه قدامنا ده. الأهلي تراجع بدنيا تماما. شهاب الدين أحمد وقع على الأرض، القطن فريق شاب، فريق نشيط، فريق ايضا طموح. لكن هو دفاعه كارثي زي ما احنا شايفين. الهدف اللي امامنا من بين الاثنين مدافعين، عبد الله السعيد يطلع ويصطاد كرة سيد معوض العرضية. انتهى الوقت الاصلي للشوط الاول، وبدأنا في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضايع اللي قدره حكم اللقاء بدقيقتين. كان في لاعب على الأرض من النادي الأهلي ويستأنف اللعب برامي التماس. لعب الكرة مرة أخرى لوليد شهاب الدين. شهاب كان على الأرض، خرج برا الملعب يكمل علاجه ويرجع إن شاء الله سليم من جديد. هجمة القطن الكاميروني، خلصها أحمد عبد الظاهر، يقطع الكرة يلعبها لسيد معوض، لأحمد عبد الظاهر، استلم عبد الظاهر مرة تاني سيد، تطلع الكرة بره، رمي التماس نادي الأهلي، سيد معوض يقرب عبد الله السعيد لكن يلعبها سيد لأحمد عبد الظاهر. ضاعت الكرة، والهجمة الأخيرة في الشوط الأول أمامية، خلصها رامي ربيعة لأبو تريكا، او ده كان عبد الله السعيد. ضاعت الكره، ابو تريكا يضغط وخرجت الكره، رمي التماس. الاهلي بيلعب ب10 لاعبين، لسه شهاب ما نزلش، واحمد فتحي يلعب الكره على طول لوليد سليمان، تلمس في وليد وتخرج لرمي التماس للقطن الكاميروني. اتلعبت الكره لأمينو، توصل ناحية اليمين، بوكاماكايا جوه منطقة الجزاء، خطيرة جدا، ويبعدها وليد سليمان بره الملعب، لكن في صفارة وفي راية من المساعد وفي صفارة من حكم اللقاء يحسبها تسلل وضربة حرة غير مباشرة للنادي الأهلي. ومتقدم فعلا المهاجم اهو، بوكاماكايا الكونغولي جوسلي بوكاماكايا. حكم اللقاء ينظر في ساعته والآن يطلق صفارته وينهي أحداث الشوط الأول من هذه المباراة. أصدقاء المشاهدين، التقدم للنادي، البداية كانت رائعة جدا لكن تراجع الأهلي بعد ذلك. نتمنى أن تكون بداية الشوط الثاني رائعة ونهايته رائعة أيضا، والتأهل في النهاية من نصيب الفريق الأحمر الكبير بطل القارة حامل اللقب في حملة الدفاع عن لقبه وفي الطريق للقب الثامن بإذن الله. شكرا لكم، ونلتقي مع بداية أحداث الشوط الثاني بعد هذه الاستراحة. نعود أصدقائي المشاهدين إلى الجونة، إلى الغرداء، إلى البحر الأحمر، إلى ملعب الجونة لمتابعة أحداث الشوط الثاني من هذه المباراة، مباراة الأهلي والقطن الكاميروني في
مباراة العودة لنصف نهائي دوري الأبطال الأفريقي الشامبيونز ليج. انتهى الشوط الأول زي ما تابعنا بتقدم النادي الأهلي بهدف عبد الله السعيد، الهدف المبكر صناعة سيد معوض من الجانب الأيسر، الكرة العرضية واللي ارتقى ليها عبد الله السعيد وكانت رأسية عبد الله في شباك فيوجو ويسجل الهدف الأول للنادي الأهلي والوحيد في المباراة حتى الآن. وعلى بركة الله نبدأ الشوط الثاني في هذا اللقاء، ويبدو أنه ما فيش تبديلات في الفريقين. حكم اللقاء الموريشي راجين درا بارساد ستيشورن يعطي إشارة البداية وتسديدة من نص الملعب، مش عارف إيه المقصود منها، يعني تسديدة من نص الملعب تماما من بعد ركلة البداية يعني، ويمسكها طبعا شريف إكرام. تلعب الكرة هيبقى على شمال الشاشة القط، على اليمين النادي الأهلي. الشوط الأول النادي الأهلي بدأ بداية قوية ونجح بعد ثلاث أو أربع هجمات في أنه يسجل، أو حتى يمكن ما كملش، يمكن من الهجمة الثالثة نجح في تسجيل هدف جميل، لكن من الدقيقة 20 أو الدقيقة 22 تراجع النادي الأهلي جدا ومنح الفرصة للقطن الكاميروني أنه يتخطى رهبة المباراة ويعود للقاء ويصل إلى مرمى شريف إكرامي اللي أنقذ مرماه من ثلاث فرص حقيقية وثلاث فرص صعبة وخطيرة، وانتهى الشوط 1-0 فقط. واتضح للجميع وأثبت للجميع أن هدف واحد لا يكفي أبدا للاطمئنان في هذه المباراة. على أي حال الشوط الثاني أبدأ النادي الأهلي، أحمد فتحي من ناحية اليمين، خرجت لرمي التماس للقطن الكاميروني، ما شفناش محمد يوسف في المدرجات، او يمكن المخرج ما جابوش او الكاميرا ما لقطتوش في المدرجات، لكن زي ما قلت هو امبارح بالامس كان في مشكلة والمراقب اصر ان محمد يوسف لا يتواجد في الملعب كله ولا حتى في المدرجات، وكويس انه ما طلبش حتى انه يرجع القاهرة، يعني انه لا يتواجد في الجونة، موجود اكيد يوسف لكن فين، لأنه هو في المقصورة الرئيسية للمسؤولين والمنظمين وفي مقصورة الإعلاميين ولا جمهور في باقي المدرجات، فأكيد بيتم البحث عنه الآن. وأكيد كان في كلام من محمد يوسف للاعبيه بين الشوطين. ترجع الكرة من فتحي لشريف إكرام، أمامية من شريف، تترد الكرة مرة تانية محمد نجيب، تعود مرة أخرى لبابيدي في نص الملعب ناحية الشمال، ديمبري أمامية على الأرض لمبونجو الخطير، يوجودا الهداف، موسيدان، ويخرج شريف إكرامي من مرمى أمامية من شريف، أحمد عبد الظاهر تلمس في عبد الظاهر وتوصل لبابيدي، ترجع الكرة مرة تانية بوبا أمينو، يضغط وليد سليمان، أمامية مرة تانية وليد، خلصها وليد لكن خرجت لرمي التماس وتلمس فيه اويونجو وتطلع الكرة لرمي التماس للنادي الأهلي. ادي وليد سليمان، تتلعب الكرة على الأرض، خرجت وتاني وليد سليمان، وحكم اللقاء مش مفهوم قراره ايه بالظبط، يعني هو لو شاكك في رمية التماس الأولى طب خلاص ما كانش حسبها، لكن دي رمي التماس النادي الاهلي الاولى فيها شك، لكن دي تماس واضح للنادي الاهلي على العموم، مش هنختلف على اوت يعني. اتلعبت الكرة طويلة مش لحد خالص، وشريف اكرامي يجري ويمسك، متحامل على نفسه شوية شريف، يعني هل بيلعب هو سليم 100% شريف اكرامي؟ سؤال وليد سليمان
ورمي التماس تاني كاميروني لعبت على الارض. يلا شاب ترجع الكوره شهاب الدين يخلصها شاب لوليد. يا ولد يمر وليد سليمان يقع على الارض هيحسبها لمين المره دي؟ ما حسبهاش لحد خالص، حكم اللقاء ريح نفسه خد موقف من وليد سليمان يبدو. ابو تريكا يخلص يحسبها حكم اللقاء ضربه حره لمحمد ابو تريكا. يعني سيباستيان ديساب المدير الفني او مدرب القطن الكاميروني قبل المباراه عندما سئل عن التاريخ وعن الفارق في 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 البطولات والانجازات والالقاب ومباراه 2008 السابقه بين الفريقين، قال لك نحاول ان نضع التاريخ خلفنا، نضع التاريخ ورانا، نصنع تاريخ جديد، نكتب تاريخ جديد. كل بدلاء النادي الاهلي بيجروا عمليات الاحماء بقياده وائل جمعه خلف مرمى القطن الكاميروني. الكل بيسخن، الكل بيستعد، لكن محمد يوسف هيدفع بمين؟ خلينا نتابع ونشوف. سيد معوض وتماس للنادي الاهلي. سيد معوض يلعبها لشاب، تعلى الكره فوق. ابو تريكا احمد فتحي حاول يستلم لكن الدفاع الكاميروني كان اقرب من فتحي، خرجت رمي التماس، لعب الكره على طول. ابو تريكا يلمس براس ابو تريكا ويلمسها لعبد الظاهر لكن تعدي وتوصل الى فيجو حارس المرمى الكاميروني. كرة على الارض، موسى ييدان بابيدي. الاهلي ترك المجال تماما للقطن من الدقيقه تقريبا من الدقيقه 22 في الشوط الاول وماشي، يعني ممكن يكون ده مقصود ومطلوب انهم يحضروا ويمسكوا كوره دون جدوى ودون خطوره، لكن المشكله ان في خطوره وبيوصلوا وصلوا لمرمى شريف اكرامي، وكمان ان ده يبقى مطلوب لو انت قاصد انك تستغل المساحات في اندفاعهم الهجومي ده وتعمل مرتدات، لكن المشكله ان انت مش قادر حتى تعمل هجمات مرتده حقيقيه وخطيره على مرمى فيتشو. يعني شوف من امتى بقالنا قد ايه ما قلناش اسم الحارس الكاميروني ماكسيم فيجو في كرة خطيرة، في إنقاذ، في تصدي لفرصة أو ما إلى ذلك. تتلعب الكرة الضربة الحرة لكن بعيد برا الملعب. تتلعب ناحية اليمين أمينو وأويونغو لكن توصل ليه بوكاما كايا. تتلعب على الأرض ناحية اليمين فاضي لكن إيمانويل مبونغو يلعب الكرة ورا ليه بوكاما كايا. بوبا أمينو تتلعب للأمام، ضغط الضغط 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 مطلوب، نجح الضغط لكن حكم اللقاء له رأي تاني ويحسب الكرة فاول على أحمد فتحي. ده جان فيس بابيدي. اتلعبت الكرة خطيرة جدا خطيرة جدا وشريف إكرامي تاني ينقذ كرة عرضية خطيرة من القطن الكاميروني ينقذها شريف. ادي الكرة الطويلة وادي أحمد عبد الظاهر لكن وحده وسط أربع لاعبين. شوف المنظر اللي فات ده، شوف المشهد اللي فات ده، أربع لاعبين بيحاوطوا أحمد عبد الظاهر، ودي مش ممكن تتسمى هجمة مرتدة، ما ينفعش إن احنا نسمي دي هجمة مرتدة. سيباستيان ديساب يعترض على المساعد، يعترض على حكم اللقاء وسيد معوض، واتلعبت الكوره خطيره جدا تاني جوه منطقه الجزاء وشريف اكرامي لكن في تسلل وضربه حره غير مباشره. كابتن النادي الاهلي شريف في هذه المباراه تسلل تمام سليم واضح. كام مره وقع لاعب القطن الكاميروني في الاوفسايد، لكن خلينا نقول اللي بنقوله كل مرة واللي بنقوله دايما ان مصيدة التسلل سلاح ذو حدين، لازم دقة كبيرة، لازم تركيز كبير جدا، لان اي غلطة بالشكل وبالمنظر اللي احنا شايفينه ده
الموضوع هيبقى صعب جدا. ادي احمد عبد الظاهر مرة تاني يحارب وحده كرويا طبعا وسط مدافعي الكاميرون. ضاعت الكرة، عادت مرة اخرى بوكايا امامية يخلصها رامي سيد معوض، وليد سليمان ما تكملش تطلع الكرة برة. وسيباستيان دي صبري بنفسه يجيب الكرة يسلمها لاعب النادي الاهلي. هي رمي التماس للاهلي، رمي التماس للاهلي فعلا. ادي سيد معوض تتلعب على الارض، رامي ربيعة امامية من شهاب ناحية اليمين لاحمد فتحي، يرجعها تاني لشهاب، يمر شهاب يتقدم يلعبها لابو تريكا جميلة ناحية الشمال لوليد سليمان، ويجري سيد معوض. وليد وسيد اتضغط على وليد، وقع وليد على الارض وحكم اللقاء يحسبها ضربة حرة. خلاص يا وليد خلاص، في كلام من بره، في نرفزة ملعب، في احيانا يعني اللي بيبقى واقفين بره الملعب كرر التعليمات كتير 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 كتير، واللاعب بيبقى بيحاول ينفذها، واللي بره بيتخيل انه مش معترض على تنفيذها او مش عايز، فيعني بيطلب الهدوء. يعني خلاص نرفزة ملعب، خير خير. ضربة حرة فاول للنادي الاهلي، عبد الله السعيد يلعبها جميلة جوه منطقة الجزاء تضيع، ومرة تاني لسه فرصة للتسديد. وليد سليمان راح بيها ناحية اليمين، لازم يجيبها على القدم اليسرى، لعبها ورا لأحمد فتحي، أحمد فتحي هيسدد، فتحي يسدد لكن بقدمه اليسرى وتطلع الكورة فوق وبعيد، وضربة مرمى للقطن. السفير الكاميروني في القاهرة مامادو مبرانج قال لك نتمنى الفوز على الأهلي ولو لمرة واحدة. يعني هو زي ما قلت ثلاث مواجهات كاميرونية للنادي الأهلي، كان اليوندي مرتين والقطن الفريق اللي أمامنا، النادي اللي أمامنا ده في 2008 ودي تاني مرة، والتفوق ساحق للنادي الأهلي. كرة الأمام بوكاما كايا، وأول إنذار في اللقاء. أول إنذار في هذه المباراة، إنذار لشهاب. شهاب الدين أحمد وشريف إكرامي في المرمى. تتلعب الضربة الحرة مرة تانية من على حدود منطقة الجزاء، يبعدها الدفاع، ترجع الكرة للقط، والتسديدة تلمس أو تخبط في سيد معوض، ترجع من جديد موسى يدان وخطيرة، لكن تسلل تاني على إيمانويل إيوانجي مبونجو. ادي اللمسة الرأسية، وادي التسلل سليم، والمساعد رائع، مساعد الأول لحكم اللقاء سيد بوتوم بالكريشنا. ضربة حرة للنادي الأهلي، وصلنا للدقيقة 59، ساعة تقريبا في هذه المباراة، هدف في أول 3 دقائق، وبعد ذلك ما زال الأهلي يحاول، ما زال القطن يحاول، لكن محاولات القطن أكتر وأخطر. سيد معوض يتقدم، سيد أبو تريكة مستني لكن لعبها لعبد الله السعيد أمامية مرة تاني، شهاب يلعبها جميلة، سيد معوض يلا واحدة زي الجول، واحدة زي الجول، وأحمد عبد الظاهر لكن يبعدها الدفاع. هل الأهلي محتاج تغيير؟ أعتقد محتاج تبديل. خلصها رامي ربيعة بشكل كويس لكن برضو ما كملتش، ترجع الكرة مرة تاني للقطن الكاميروني، يلعبها الأمام لمبونجو يخلصها، تتلمس تاني مبونجو، لكن احمد فتحي يحطها، او شهاب يحط رجله ويطلع الكره بره. شهاب فعلا الشهير بالجزار يطلع الكره بره الى رمي التماس للقطن من ناحيه اليمين. فاول اوت، فاول اوت، كره بالعرض خطيره تاني
يخلصها الدفاع شريف عبد الفضيل اللي انقذ مرمى النادي الاهلي من هدف مؤكد في الشوط الاول. رمي التماس للقطن الكاميروني، ادي كره شريف، كان لعب لقاء الذهاب ايضا شريف. قطعت الكره، ترجع الكره مره ثانيه لبوكاما كايا الكونغولي، يمر كايا يضغط سيد معوض لكن الكره تستمر والهجمه تستمر للقطن الكاميروني. خلصها رامي، لعبها لعبد الله السعيد، يسيبها لاحمد عبد الظاهر وهناك فاضي ابو تريكه، لكن خلصها جميل، وان تو جميل حلو احمد عبد الظاهر وعبد الله السعيد، يقع عبد الظاهر، حكم اللقاء يشير بالاستمرار، تتلعب الكره من عبد الله السعيد، لكن الدقه جات لنا هديه ثانيه اهي، وليد سليمان، هديه من الدفاع الكاميروني، وليد سليمان يعيد الكره مره اخرى، احمد فتحي لوليد، ويجري فتحي ياخد مكان، يلا اظبط العرضيه، هذا احمد فتحي، والعرضيه تلمس في بابيدي وتخرج الكره ضربه ركنيه للنادي الاهلي. الجهاز الفني الكاميروني ومعهم الفرنسي سيباستيان ديسابري اللي كان واقف طول المباراة رجع تاني وقعد جلس مكانه في مكان الجهاز الفني للقطن. ابو تريكة في منطقة الجزاء والرأسية يبعدها الدفاع، ومن ضربة ركنية تحولت لرمي التماس للنادي الاهلي. بدأت بعض الطيارات الهوائية الشهيرة والرهيبة والعنيفة في هذا الملعب. شهاب الدين جنب رامي ربيعة، لكن يلعبها هناك لسيد معوض، يقرب سيد، يلعبها لعبد الله السعيد، تبادل المراكز وتبادل الأماكن مستمر بين عبد الله السعيد ووليد سليمان، لكن اعتقد انه بالفعل النادي الاهلي محتاج تبديل في هذا الوقت تحديدا، يعني نلعب في دقيقه 62، محتاج تبديل للتنشيط لتطوير الاداء لتسجيل على الاقل هدف تاني، يعني مش هنطلب خلاص، لن نطلب ثلاثات واربعات وخمسات، لا خلاص مطلوب بس هدف تاني على الاقل للامان للاطمئنان، ان النتيجه 1-0 دي نتيجه خطيره جدا. كرة الأمام صفارة، فاول على سيد معوض، كرة على الأرض وهجمة كاميرونية، يخلصها فتحي، تلمس فتحي وتطلع الكرة برا الملعب، رمي التماس للقط، بابيدي بوبا امينو اماميه واستلام ولمسه يد على ايمانويل مبونجو. لا والله ده يوجودا رقم 14، ما زال 19 سنه فقط، تخيلوا كل ده ما شاء الله، يعني كاد يوجودا ومسجل 6 اهداف و19 سنه فقط كاد يوجودا، يعني زمان كان في كانون ياويندي، كان في يونيون دوالا نتذكر، وكان أندية حتى في غانا كان الأشانتي، طبعا الأشانتي كوتوكو، وكان في جولد فيلز. خلينا نشوف بس التبديل، هيخرج رقم 23 موسى يدان، بينما الحوار برا الملعب بين عماد متعب ووائل جمعه، عايزين نشوف مين اللي نزل بس من القطن الكاميروني. خرج موسى يدان، ما شفناش مين التبديل، مين اللي دخل مكانه، لكن ضربه حره النادي الاهلي اتلعب من وليد سليمان، ويمسكها الحارس ماكسيم فيوجو بسهوله، تتلعب الكره، ده موسى سليمانو، يبقى البديل اللي دخل هو موسى سليمانو،
هو رقم 7 قاطعت الكرة، ورغم الاعتراض حكم اللقاء يشير باستمرار اللعب. تلعبت من مبونجو جوه منطقة الجزاء، خطيرة جدا، ومرة تاني موسى جول. ده اللي بنقول عليه، هو ده اللي بنتكلم عليه من بدري جدا. 1-0، نتيجة خطيرة خطيرة جدا. والأهلي لم يسجل هدف تاني، والهدف المبكر فعلا كان جيب بأثر سلبي على اللعيب. على أي حال لسه المباراة، الهدف في الدقيقة 65، وادي الكورة والله فيها شك تسلل كمان. خلينا نشوف، ادي الكورة، ادي الكورة، لا لا لا، هدف سليم، هدف سليم، هدف سليم، هدف سليم 100%. طيب اذا عرضية بوكاما كايا، والهدف من الهداف يوجودا اللي بنحذر منه من بداية المباراة. لا مش زي ما احنا، لا ما ينفعش زي ما احنا، اللي بيقول زي ما احنا مش زي ما احنا خالص، لا خالص خالص، عفوا يعني. الاهلي محتاج تبديل، الاهلي محتاج تغيير، تغيير في 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 الفكر، في طريقه التعامل مع المباراه، مش مجرد تغيير لاعب بلاعب، لان دلوقتي 1-1. طب ايه نفس نتيجه مباراه الذهاب؟ والمباراه النهائيه اصبحت الان على المحك، بطاقه التاهل اصبحت على المحك. يوجودا سجل هدف التعادل بعد محاولات مستمرة من الشوط الأول، ونجحوا في الوصول لمرمى النادي الأهلي. وعدنا مرة أخرى لنقطة البداية، تطلع الكرة برة، رمي التماس، أمامية، ترجع مرة تاني للفريق الأخضر، يخلصها فتحي، تقدم للأمام، يظهر له أبو تريكا، لعبها فعلا، يسيبها تريكا لعبد الله السعيد، يكمل عبد الله، يدخل لجوه، يرفع راسه، ياخد قراره، يلعبها للأمام، لكن ضاعت تاني، وتحولت الهجمة للنادي الأهلي. صفارة وفاول محمد نجيب. في دفعة من مبونجو، اتلعبت الكرة على الأرض من أحمد فتحي لرامي ربيعة. تتعكس الكرة جميلة لسيد معوض. يلا يا سيد، واحدة زي الشوط الأول. أدي عبد الله السعيد، مشي عبد الله، وقع على الأرض. حكم اللقاء والجهاز الفني اعترض، وحكم اللقاء حسبها فعلا ضربة حرة للنادي الأهلي. هادي عبد الله السعيد وسيد معوض. الشوط الأول كان تركيبة سيد معوض ووليد سليمان. مرة أخرى الكرة لشهاب، حاول مرور لكن ضاعت، كرات العالية والدفاع الكاميروني. ادي عبد الله السعيد، ومره ثانيه تعدي من ابو تريكا، ووليد سليمان فاتت الكوره. بابيدي وصفاره ثاني، وضربه حره. للقطن، قطن النادي اللي تاسس سنه 86، تغيرت خريطه الكوره الافريقيه في كل شيء، على مستوى منتخبات وعلى مستوى الأندية. لكم زمان كان في أندية ما عادش حد بيسمع عنها دلوقتي. كرة عرضية خطيرة جدا، رأسية مرة تانية، لكن يخلصها الشريف عبد الفضيل، وترجع الكرة من عبد الله السعيد. أمامية أحمد عبد الظاهر، يلعبها لأحمد، لوليد سليمان، فتحي الوليد على الأرض، عبد الظاهر، شهاب، رامي ربيعة، لسيد معوض. أمامية من سيد معوض لأبو تريكا، على الأرض من تريكا لشهاب الدين، وليد سليمان لأحمد فتحي،
يمر فتحي هيسدد تاني بنفس الطريقة يبقى بلاش. سددها اصطدمت بالدفاع، ترجع الكرة مرة تاني لفتحي تتلعب ودربكة وارتباك ولمسة يد والحكم يرفض، ولسه الكرة كل ده لسه الكرة جوه الملعب والحكم يصفر ويحسبها خطأ للقطن، فاول للقطن. لكن خلينا نشوف إعادة للكرة دي لأن فيها فعلا شك لمسة يد أهو، أدي الارتباك أهو. إيه ده؟ إيه دي؟ في رجله في فخده ولا إيه؟ هو حركة إيده مريبة جدا المدافع، يعني الحركة اللي عملها بإيده دي حركة مريبة جدا تخلينا نشك فيه، لكن برضو للأمانة يعني لازم نشوف الكرة من الزاوية التانية، من الزاوية تبقى الكاميرا في المواجهة. يعني لاعب القطن على الأرض وده الكرة دي الهدف، دي الهدف، الهدف. فاتت الكرة ومرت من الدفاع. ووجدت الهداف كادا يوجودا الآن 7 أهداف في هذه البطولة، وانفرد بالهداف. بقول لكم كان متساوي قبل المباراة 6 أهداف مع أحمد جعفر ومامادو سورو لاعب جيكانو، الآن 7 أهداف انفرد. انفرد بلقب الهداف. على أي حال في لاعب من القطن الكاميروني على الارض، بوبا امينو لاعب فعلا ولاعب واحد يعني، لكن شوف ما شاء الله باتنين لعيبة يفك 2 لعيبة من النادي الاهلي، بوبا امينو و22 سنة وعلى الارض، خرج بره يكمل علاجه واللعب يستأنف، اللعب يستمر. فيجو من دوالا حارس المرمى وضربة حرة أو ضربة مرمى للقطن الكاميروني، تلعب الكرة طويلة فاتت الكرة محمد نجيب، تتلعب مرة تاني في نص الملعب، مانجامبا أمامية لعبدالله السعيد، عبدالله يلمس لأبو تريكا، يستلم أبو تريكا يكمل من ناحية الشمال يقرب عبدالله يلعبها ورا لسيد معوض على الأرض من سيد شهاب الدين، سيد معوض لشهاب، مجموعة تمريرات نقلات سيطرة استحواذ خاصة بعد الهدف، لكن لسه الخطورة على مرمى أو الفرص الحقيقية والضغط الحقيقي لسه ما حصلش على مرمى فيوتشو. تبديل، تبديل مطلوب، وزي ما قلت تبديل أو التغيير مش لاعب بلاعب، تغيير طريقة التعامل مع المباراة نفسها في الدقائق المتبقية دي، واللي لما ما عادش فيه وقت كتير على فكرة، يعني الدقيقة 73 والنتيجة دي بتقودنا لركلات ترجيح غير مضمونة أبدا خالص على الإطلاق. ركلات الحظ المرجحة عمرك ما تقدر تراهن عليها أو تعتمد عليها في أي شيء. شريف إكرامي يلعب الكرة طويلة، عبد الله السعيد استلم عبد الله يعكسها على حدود منطقة الجزاء، وليد سليمان يريح الكرة لأحمد فتحي، يمر فتحي بمهارة، اظبط يا فتحي اظبط يا فتحي، كرة عرضية يلا بقى، ادي عبد الله السعيد وابو تريكا، عبد الله تريكا لعبها غلط، ضاعت الكرة من عبد الله، تركيز شوية تركيز بس شوية تركيز. المباراة ممكن نسهل الأمور ونسهل المباراة على نفسنا تماما، احنا اللي عقدناها، احنا اللي صعبنا الدنيا. هادي عبد الله السعيد خرجت الكرة بره رمي التماس، تتلعب الكرة مرة تانية عبد الله السعيد عالية جوه منطقة الجزاء، خرج الحارس على الفاضي ووليد سليمان، لكن ترجع الكرة تاني لبابيدي، الهجمة المرتدة والكرة الطويلة وسباق سرعة بين نجيب وامبونجو، وما شفناش انتهى السباق على ايه، لكن واضح ان الكرة خرجت بره. خرجت الكرة بره فعلا. تبديل اخيرا سيد حمدي بيستعد للنزول،
هينزل مكان مين، مكانه هيكون فين، طريقة اللعب هتفضل هي هي ولا هتتغير. عبد الظاهر هيفضل موجود، سيد حمدي هينزل جنبه ولا هيلعب كمهاجم متأخر. خلينا نشوف فكر محمد يوسف ايه بالظبط، لكن الشيء المؤكد ان سيد حمدي فعلا ممكن يكون إضافة يحتاجها هجوم النادي الأهلي في هذا الوقت الحرج. عماد متعب طبعا زي ما شفنا كان بيجري عمليات الإحماء، عماد غايب بقاله فترة وإصابة وعملية وما إلى ذلك. مباراة معرفش يعني، مباراة طبعا محتاجة عماد، لكن هل هو في حالة تسمح له النزول والدخول في هذا الوقت الصعب وفي هذه المباراة الصعبة؟ يعني آخر ربع ساعة صعبة جدا. ضربة حرة وليد سليمان، فاول على وليد، وسيد حمدي بيستعد للنزول. سيد حمدي العام الماضي نتذكر السيد حمدي كان بطل نصف النهائي وبطل النهائي. نزل السيد حمدي من بداية احداث الشوط الثاني تبديل الاول للنادي الاهلي. بيقول اللاعب السيد حمدي رقم 18 وخروج اللاعب عبد الله السعيد رقم 19. ماشي، خرج عبد الله السعيد ودخل مكانه السيد حمدي في هذه اللحظات في هذه الدقائق الصعبه جدا في هذه المباراه. كرة مرة تانية من الجهة اليسرى للقطن الكاميروني، سليمانو موسى سليماني لكن ضاعت، توصل كرة على الأرض أمامية وفي مساحة، يلحق لكن طالت على السيد حمدي وخرجت الكرة لضربة مرمى للقطن الكاميروني. 11 بطولة دوري كاميروني آخرهم في 2011، 5 بطولات كاس اخرهم برضه في 2011، وصيف تشامبيونز ليج الافريقي دوري الابطال امام الاهلي في 2008، ووصيف الكاف كاس الكونفدراليه ايضا في 2003 القطن الكاميروني، ودي كانت يمكن بدايه ظهوره على الساحه الافريقيه في بدايه الالفيه الجديده. كره اماميه تاني وبره الملعب ورمي التماس. ملاحظين ان القطن الكاميروني بعد تسجيل الهدف تراجع هو الاخر، وكانه هذا المدرب سيباستيان دي سابر الفرنسي لا يريد المغامره اكثر من ذلك، يريد الوصول بالمباراه لركلات الترجيح. يخرج بابيدي ويشارك هامان رقم 9، واصبح مبوندو هو كابتن الفريق بعد خروج جان فيس بابيدي. تلعبت الكره اماميه على حدود منطقه جزاء النادي الاهلي، يخلصها مبونجو، توصل لوليد للامام برا الملعب ورمي التماس للنادي الاهلي. صفارة من حكم اللقاء وخطأ جديد لأحمد فتحي. أمامية، شهاب، رامي ربيعة، مشي رامي، كمل رامي، لعبها، الحق يا سيد، الحق يا سيد، طالت الكرة فاتت جريت من قدام سيد معوض وتطلع الكرة رمي التماس. وصلنا للدقيقة 79 ومفيش وقت إضافي، مفيش وقت إضافي، مش عارف اللعيبة عارفة الموضوع ده والجهاز الفني مش عارف. مفيش وقت إضافي. يعني
فاكرين ولسه بنقول يعني مباراه نهائي الكؤوس في 84 كانوا نياويندي الاهلي وكانوا نياويندي 1-0 هناك 1-0 هنا وركلات ترجيح مباشره 4-2 ما فيش وقت اضافي في افريقيا. ابو تريكه هدف الفوز فين؟ هو ده نجيب، لكن يطلع فيوجو ويمسك الكوره. رامي ربيعه كان متقدم ومحمد نجيب كان في انتظار كوره ابو تريكه، وما فيش تسلل. محمد نجيب برضو، محمد نجيب غريبة جدا يعني، نجيب يمكن اكتر واحد بتتاح له فرص التهديف في مصر كلها في الاسبوع اللي فات ده. سيد سيد افتح سيد ضربة حرة للقط. وحائد بشري من اثنين لاعبين، الضربة الحرة تتلعب وشريف اكرامي تسددت في المرمى من مسافة بعيد، لكن يطير شريف وينقذ. يلا يا رجالة مطلوب هدف، طيب هدف على الاقل ونحافظ عليه، ويبقى ان شاء الله نحافظ على الهدف ونحافظ على الامل الاخير زي ما قلت لانقاذ هذا العام كرويا، وتبقى نهاية احتفالية لهذا العام ان شاء الله. محمد ابو تريكة، كأس العالم للاندية ينادي الاهلي من جديد، والنداء هذه المرة من المغرب في مراكش واغادير. البايرن ينتظر 14 ديسمبر في اغادير مباراة اولا ضد بطل اسيا ان شاء الله، ثم الفائز يلتقي وان شاء الله يكون نادي الاهلي يلتقي مع البايرن. وبطل اسيا بين جوانغزو الصيني واف سي سول، اف سي سول الكوري الجنوب في مراكش واغادير، لكن مباراه 14 ديسمبر دي في اغادير. تسلل على القطن الكاميروني، رايه من المساعد زي ما شايفين، وضربه حره غير مباشره. اتلعبت الكره مره ثانيه السيد معوض، أمامية من سيد معوض، سيد حمدي وبرا الملعب، رمي التماس للقط تتلعب على الأرض، ضاعت الكرة ترجع مرة تاني لرامي ربيعة، ضاعت من رامي وأمامية مش لحد، برا الملعب ورمي التماس. شريف اكرامي يلعب ضربة المرمى وتبدأ هجمة جديدة للنادي الاهلي. وليد سليمان سيباستيان ديساب، نتيجة بالنسبة له طبعا اكتر من ممتازة. امامية الكرة تقطع ترجع من جديد، سيد معوض يخلصها، سيد للأسف يعني نجحوا في ان هم يفرضوا علينا اسلوبهم من 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 بعد الهدف المبكر للنادي الاهلي. سيد حمدي يلعبها جميله، يفتح لعبه جميله ناحيه اليمين لاحمد فتحي، حاول مرور احمد فتحي امامه ديمبري يخلصها فتحي، يمشي بعرض الملعب، طالت من فتحي واحتفظ بالكره اكثر من اللازم، في النهايه تحولت لهجمه مرتده للقطن. رامي يضغط لكن الهجمه تستمر، والبديل هامان وبجواره مبونجو، لكن هامان يستلم، هامان يلعبها وعرضية ومفيش تسلل، وهجمة في منتهى الخطورة وعرضية كاميرونية تمر من الجميع وتخرج إلى رمي التماس من الناحية الثانية خالص من الجانب الآخر للملعب. فاتت الكرة وخرجت، وتبديل تاني للنادي الاهلي، هيخرج رامي وينزل تريزيجيه. التبديل الثاني للنادي الاهلي، يخرج رامي ربيعه ويدخل مكانه محمود حسن تريزيجيه، لكن الهجمه ترجع مره تاني للقطن الكاميروني، خلصها شريف عبد الفضيل، أمامية من شريف ولسه جوه الملعب،
لكن ضاعت وعادت من جديد. وشريف عبد الفضيل يضغط ولاعب القطن صرخات من الجهاز الفني، صرخات فرنسية من سيباستيان دي صابر بيطالب بركلة الجزاء. حكم اللقاء كان قريب، حسبها من بره ولا حسبها ضربة مرمى، القرار مش واضح. الاعتراضات مستمرة وكل لاعبي القطن، التدخل كان من بره لكن برضو يعني في مبالغة بعض الشيء، لان شوف كرة شريف هو واقف قدامه، لكن اللي بيطالبه بيه يعني ما كانش فيه تدخل عنيف من شريف بقدمه اليمنى برجله اليمين زي ما بان انه لعبة خطر او رافع رجله، لا يعني هو واقف قدامه، ممكن تبقى ضربة حرة غير مباشرة من بره منطقة الجزاء، لكن هو في مبالغة شوية من لاعب الكاميرون. على اي حال الحكم كان قريب. هذه الكرة اللي انقذها شريف من شوية في رقابة مبونجو، والدقائق الأخيرة من هذه المباراة آخر 5 دقائق في هذه المباراة، والتعادل 1-1، نفس نتيجة مباراة الذهاب. وكاد يوجودا صاحب الهدف هو اللي كان على الأرض، وفي قرار من حكم اللقاء. في قرار من حكم اللقاء، حسبها ايه؟ حسبها ضربة حرة للنادي الأهلي. شريف عبد الفضيل هتتلعب للأمام، اتلعبت فعلا طويلة وعالية. أحمد عبد الظاهر وبره الملعب في المدرجات، الأمل في هدف متأخر، الأمل في هدف متأخر كما كان الحال في مباراة الذهاب. أبو تريكة وأهدافه التاريخية، أدي سيد معوض عالية الكرة، ومرة تانية أبو تريكة اتلعبت ناحية اليمين، لسه الكرة خطيرة، وأبو تريكة تاني مستني لكن رجعت. تركيز تركيز تركيز، ضيعها، ضاعت الكرة وتحولت الهجمة المرتدة للقطن في منتهى الخطورة، يدخل جوه منطقة جزاء النادي الأهلي، تتلعب الكرة على الأرض والتسديدة بالفعل ويلحقها شريف، لا خرجت الكرة لضربة ركنية كاميرونية من ناحية الشمال. أحمد فتحي وضربة ركنية للقطن، نلعب في الدقيقة 88. تتلعب الكرة تمر ويبعدها الدفاع خارج الملعب ورمي التماس أمامية، مرة تاني السيد حمدي يستلم ويعدي. أوت للنادي الأهلي. مباراة كانت يعني كانت أسهل من كده بكتير، لكن الأمور تعقدت، المباراة أصبحت معقدة فعلا. والقطن الكاميروني لكن برضو لا يعني احنا اللي ادينا لهم الفرصة لكده، برا الملعب ورمي التماس. يعني ما استغلش الاهلي الهدف المبكر خالص. وائل جمعة استعد للنزول، هل هو استعداد لركلات الجزاء؟ هل بدأ بالفعل محمد يوسف يفكر الآن في اللاعبين المميزين في ركلات الترجيح؟ والأهلي اتدرب على ركلات الترجيح على فكرة اليومين اللي فاتوا. وائل فعلا بيستعد للنزول.
وداخلين على الوقت الضايع، خلاص داخلين على الوقت بدل الضايع. كرة عالية عبد الظاهر، وليد سليمان، الكرات المشتركة والكرات الالتحامات البدنية والكرة العالية، وشريف إكرامي يمسك بسبب، يبدأ الهجمة. شريف إكرامي، تريزيجيه يلعبها لسيد حمدي، لتريزيجيه، لسه الكرة جوه الملعب، لسه الكرة جوه الملعب والهجمة مكملة ومستمرة. سيد حمدي، يلا سيد، خلصها لتريزيجيه، يلعبها بالعرض لوليد سليمان، هيشوط وليد. استعجل 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 وليد، وطلعت الكرة بره. وائل جمعة، هنشوف هينزل مكان مين وائل، وفي تبديل كاميروني كمان، جماليو، مومي جماليو. هيخرج وليد، هيخرج رقم 8 امبونجو. ويدخل جماليو رقم 20، ويبدو ان وليد سليمان هو اللي هيخرج ويدخل مكان وائل جمعة. يخرج ايمانويل بونجو الخطير، من بداية المباراة عمل ازعاج للدفاع الاهلاوي. يخرج بونجو ويشارك جماليو. خلينا نشوف تبديل النادي الاهلي، خرج احمد عبد الظاهر. طيب خرج احمد عبد الظاهر راس الحربه، ودخل مكانه وائل جمعه قلب الدفاع، لكن زي ما قلت محمد يوسف يبدو ان بدا يفكر في ركلات الترجيح. لعبه الكور لوليد سليمان، الوقت الضايع هو الامل، الوقت بدل الضائع هو الامل. سيد حمدي، قد ايه الوقت بدل الضايع؟ ما شفناش الحكم الرابع والشاشه لم تعلن ايضا. سيد حمدي طالت منه الكوره، خرجت لضربه مرمى. يعني هو بنلعب في الدقيقه الثانيه من الوقت بدل الضايع، ممكن نقدره احنا حوالي 4 دقائق أو 5 بالكثير. ضربه مرمى القطن الكاميروني، تتلعب من ماكسيم فيوجو، اماميه وعاليه، ترجع الكوره مره ثانيه شريف عبد الفضيل للامام. سيد حمدي واحمد فتحي، جنبك سيد، جنبك سيد، لكن اتاخر فتحي في التمرير. اخطاء اخطاء كتير في كل شيء، وفي النهايه التعادل ايجابي 1-1. يعني هدف ابو تريكا في مباراه الذهاب اثبت قيمته واثبت وزنه الذهبي وقيمته الذهبيه الان. يعني شوف الهدف اللي سجله ابو تريكا في ماتش الذهاب في الوقت الضايع، تخيلوا لو لم يحدث، يعني لو لا قدر الله يعني لم يسجل ابو تريكا الهدف اللي في الوقت الضايع ده، كان الوضع هيبقى عامل ازاي؟ 3 دقايق من الوقت بدل الضايع المجهول، واللعب مستمر، ويبدو انه لا مفر من اللجوء لركلات الحظ المرجحة. تسلل وضربة حرة غير مباشرة، ثواني خلاص، لحظات قليلة جدا على النهاية، ضربة حرة غير مباشرة، تسلل، في شك المرة دي، في شك، لكن على اي حال. لعبة الكرة طويلة وصفارة من راجين دراباسات ستي شورت، يحتسب الكرة ضربة حرة النادي الاهلي في فرصة قد تكون الاخيرة. قبل صفارة النهاية ضربة حرة النادي الاهلي، يعيدها من جديد حكم اللقاء وائل جمعة. لعبت الكرة شريف عبد الفضيل، احمد فتحي تقدم لقدام، شريف عبد الفضيل مال للجانب الايمن بعد نزول وائل جمعه، اتقطعت الكره من تريزيجيه وحكم اللقاء صفر وانتهى الشوط الثاني وانتهت، لكن لم تنتهي المباراه. يعني انتهى الشوط الثاني ولكن لم تنتهي المباراه،
نفس نتيجة مباراة الذهاب، شيء غريب جدا. وفرط الأهلي في فرصة كبيرة جدا للحسم المبكر في هذه المباراة. على أي حال أملنا الآن في ركلات الترجيح، أملنا في أن يوفق لاعبي النادي الأهلي في المهمة الأخيرة في هذه المباراة، مهمة ركلات الترجيح من نقطة الجزاء. شكرا لكم أصدقائي، ونلتقي مرة أخرى مع بداية اللجوء لركلات الترجيح. شكرا مرة أخرى للزميل أحمد فؤاد، وعلى بركة الله نبدأ ركلات الترجيح من نقطة الجزاء في المرمى الأيمن، في المرمى جهة اليمين. أبو تريكة هو من سيبدأ، سجل في مباراة الذهاب، الآن يبدأ ركلات الترجيح، ولازم أبو تريكة يبقى له دور إما في بداية الركلات أو في نهايتها، يعني إما أنه يبدأ. ودايما يعني دائما اللاعب المميز في ركلات الجزاء دايما المدرب يضعه إما في البداية يبدأ به ويرفع الروح المعنوية لزملائه، أو في النهاية يحسم المباراة ويحسم الموقف. على أي حال أتمنى التوفيق إن شاء الله. تريكا في مواجهة ماكسيم فيوجو، نجح في هز شباكه في مباراة الذهاب بهدف رائع، بهدف جميل يعلو العلم المصري بإذن الله. أبو تريكا والقائم، القائم يمنع تريكا من التسجيل، وتضيع أول ركلة ترجيح من النادي الأهلي. شيء غريب جدا، شيء غريب جدا، لكن برضو نرجع ونقول إحنا اللي وضعنا أنفسنا في هذا المأزق وفي هذا الموقف الصعب. مباراة كانت أسهل بكتير وكان ممكن تخلص بدري وبسكور كمان، لكن يلا على أي حال حتى تريكا ضيع. الحظ يعاند أبو تريكا، القائم يعاند أبو تريكا. والضربة الأولى للقطن الكاميروني أويونجو، أويونجو وإكرامي بقدمه اليسرى، أويونجو واقف غلط، واقف غلط، واقف غلط، لكن حطها صح. أويونجو يسجل أول ركلة ترجيح، يبقى واحد القطن ولا شيء الأهلي في ركلات الترجيح. كرة صعبة جدا على شريف، شوف رايحة فين، في سقف الشبكة، في سقف المرمى، صعبة جدا. وليد سليمان والركلة الثانية لحامل اللقب، تاني ركلات الترجيح وليد سليمان. أويونجو سجل بقدمه اليسرى، والكل في حالة ترقب، في حالة انتظار. وليد سليمان بقدمه اليسرى يسجل ويتعادل للنادي الأهلي، أول ركلة ترجيح للنادي الأهلي. ضيع تريكا، سجل وليد، أويونجو سجل للقطن الكاميروني. مين هيضيع الركلة الثانية للقطن لتتساوى الكفتان ليتعادل الفريقان من جديد؟ ونبدأ مرة أخرى العد والحساب من أول وجديد. خلينا نشوف مين اللي عليه الدور. بوبا أمينو، مدافعين كلهم يعني، أويونجو وبعدين بوبا أمينو. أويونجو الأعصر، بوبا أمينو شكله أعصر هو كمان، لكن في قمة تركيزه وشكله فعلا بقدمه اليسرى. بوبا أمينو راح معاها شريف، راح معاها شريف، لكن الكرة قوية جدا، وضع فيها كل قوته. ماشي يا عم خلاص، جول خلاص، سجل، حطها فعلا يعني قوية. وشوف شريف رايح، رايح لها صح، والكرة في الشبكة. 2-1، 2-1، شيء غريب جدا، سيناريوهات غريبة يعني في الأيام الأخيرة دي كرويا، في كل مكان، في كل حتة، أشياء غريبة جدا. وائل نازل مخصوص عشان ركلات الترجيح. وائل جمعة ما لعبش المباراة، نزل آخر دقيقتين. وائل جمعة يسجل، وائل بالتخصص يتعادل، وائل جمعة ويسجل الهدف الثاني للنادي الأهلي. أعصاب، أعصاب من حديد، أعصاب من فولاذ.
يعني رغم كل شيء تبقى ركلات الترجيح ليها استعداد خاص، ليها تعامل خاص، ليها تهيئة نفسية، ليها لاعبين معينين. مش أي لاعب يدخل ويسدد ركلة ترجيح إلا طبعا لو جه على الدور، يعني خلاص ما هي ساعات بتلف، ساعات التسعة أو العشر لعيبة بيخلصوا ويبقى لازم إنه يشوط، يعني لازم يسدد. يجودة صاحب الهدف وهداف البطولة، يجودة يلعبها وشريف إكرام يتألق، يجودة يضيع وشريف يعيد الأمل مرة أخرى والتعادل، ونبدأ من أول وجديد. كاد يجودة دخل بالراحة وبهدوء وكان واضح أنه متردد ووضع الكرة بشكل سيء جدا، وشريف يطير ينقذ ويعيد الأمل مرة أخرى للنادي الأهلي. نبدأ بقى من أول وجديد، نركز في الركلتين اللي جايين دول. خلاص هم اهتزوا، هم اهتزوا دلوقتي. مين اللي هيلعب؟ شهاب ولا مين؟ شهاب الدين. شهاب الدين بقدم يمنى لا تعرف الرحمة. حكم اللقاء يدي الإشارة، شهاب الدين جول جول جول. يتقدم النادي الأهلي أخيرا، يتقدم 3-2 من 4 ركلات، لكن 2 للقطن الكاميروني من 3 ركلات فقط. لو دي ضاعت إن شاء الله يبقى الأمل كبير جدا، لو دي ضاعت يبقى الأمل كبير جدا. مين اللي هيسدد؟ مدافع برضو، ده مانجامبا، مانجامبا رقم 21. مانجامبا لو ضيع الكرة دي يبقى يكفي النادي الأهلي تسجيل الركلة اللي جاية إن شاء الله. هنشوف، أدي مانجامبا، مش عايزين نستعجل. مانجامبا حطها حلو، حطها بشكل كويس. طيب الركلة الأخيرة، يبقى ضيع تريكا، سجل وليد سليمان، وائل جمعة وشهاب، ضيع يجودة وسجل أويونجو وأبوبا أمين ومانجامبا. 3-3 الآن في الركلات، والركلة الأخيرة لكل فريق. سيد معوض، أمال الأهلي وأمال وقلوب جمهور الأهلي تتعلق بالقدم اليسرى لسيد معوض في هذه الكرة الأخيرة. سيد يا سيد، سا 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 سيد يا سيد، يسجل سيد، يعمل اللي عليه، هدف بيسا. 4-3، والآن الأمل في شريف إكرامي. يلا يا شريف شد حيلك، كورة واحدة بس، آخر كورة للقطن. 4-3 للنادي الأهلي، لو دي ضاعت يصل النادي الأهلي للنهائي للمرة الثانية على التوالي، ويواصل مشواره وحملته للدفاع عن اللقب. شريف إكرامي، شريف إكرامي، الكل بيدعي، الكل بيقول يا رب. والكرة الأخيرة للقطن وشريف، لكن ضاعت، اتسجل الهدف، ضاعت من شريف يعني، اتسجل الهدف وكان من مبوندو. مبوندو أصبحت 4-4. طبعا خلاص انتهت الركلات الخمسة التقليدية المتبادلة، الآن واحدة وواحدة، فارس لفارس، واحد من الأهلي وواحد من القطن. تريزيجيه طبعا الأهلي اللي بيبدأ، يستمر الدور يعني زي ما هو. الأهلي فاز على كانون ياوندي بركلات الترجيح في 84 وحقق كأس أفريقيا الكؤوس أو بطولة أفريقيا الأندية أبطال الكؤوس الآن في 2013 في مواجهة القطن. كاميروني آخر، محمود حسن تريزيجيه يا ولد، بقوة بتصميم بتركيز يسجل تريزيجيه ويقرب النادي الأهلي من جديد، وتتعلق القلوب والأمال مرة أخرى بالشريف إكرامي. إيه اللعب بالأعصاب ده؟ إيه اللعب بالأعصاب ده؟ وكان علينا بإيه يعني كل ده؟
ما كان يعني 90 دقيقة كنا نخلص نجهز عليهم. لكن يلا شريف إكرامي الكل على أعصابه، كابتن الخطيب كابتن حسن حمدي وخالد مرتجي ومحمد عبد الوهاب، الكل في المقصورة والكل موجود والكل غير قادر، الكل بيدعي، كله بيدعي وكله مستني شريف. ركلة الجزاء وشريف إكرامي، لكن برضو تسجلت. شكلنا مكملين مطولين. والهدف للاعب رقم 20 البديل نجمع له. خمسة خمسة. سيد لا محمد نجيب. محمد نجيب. ركز يا نجيب. دخل نجيب، حطها نجيب، سجل نجيب. اخيرا يسجل محمد نجيب بعد كل الفرص اللي اتيحت له طول هذا الاسبوع. يسجل نجيب من ركلة ترجيح. حمل. شوف اللاعب بيلعب الكرة بيخلص من ضربة الجزاء وكأنه بيتخلص من حمل رهيب، عبء نفسي رهيب تخلص منه. لكن المشكلة ان هي ممكن تلف عليه مرة تانية، يعني في ماراثون ركلات ترجيح. شفنا استمر 20 كورة و22 مباراة الكاميرون وكوت ديفوار في 2006 في كاس افريقيا، فاكرين؟ لا كتير الامثلة كتير. يعني ركلة جزاء تاني، نيس اوزينجوني في مواجهة شريف اكرامي، وبقدمه اليمنى شريف على الخط وزنجوني، وشريف ويتعادل مرة أخرى. كده 7 ركلات والنتيجة 6-6، يعني 12 ركلة جزاء ترجيحية تم تسديدهم وتسجيلهم بنجاح. في هذا الماراثون احمد فتحي ركلة الجزاء الثامنة للنادي الاهلي. رايح فتحي متجه للكورة، خد القرار احمد فتحي وقمة التركيز في مواجهة فيوجو. فتحي برجله اليمين، فتحي يسجل فتحي، يتقدم النادي الاهلي مرة اخرى ويعود الامل، ولا نتمنى ان يعود التعادل. خلينا نشوف مين السفارات والكل، خلاص الكل بيشجع دلوقتي، خلاص الصحفيين ورجال الامن وكل في الملعب. مباراة من غير جمهور لكن كله بيحاول يأثر على لاعبي او على لاعب القطن الكاميروني اللي هيتصدى. مين امينو ولا مين؟ والله هامان، جاك هامان رقم 9، ده بديل برضو من اللاعبين اللي دافع بيهم المدرب سيباستيان ديسار. جاك هامان وشريف اكرامي. شكرا هامان يطيح بالكرة في المدرجات. الاهلي الى المباراة النهائية، عودة الروح، عودة البسمة المجروحة. اخيرا الاهلي عملية تنجيد القطن تمت بنجاح كبير. تأخرت الى ركلات الجزاء الترجيحية او ركلات الترجيح من نقطة الجزاء، تلاعب بأعصابنا الأهلي، لكن في النهاية الأهلي يحفظ ماء وجه الكرة المصرية، يعيد بعض الابتسامة والفرحة للجمهور المصري الحزين. أصدقائي المشاهدين، مبروك للنادي الأهلي الصعود إلى النهائي الأفريقي للعام الثاني على التوالي، وحامل اللقب يستمر في حملته الناجحة للدفاع عن لقبه في مواجهة أورلاندو بايرتس قراصنة جنوب أفريقيا في نوفمبر القادم، وبالتوفيق للنادي الأهلي في الحفاظ الفوز والحفاظ على اللقب بإذن الله. شكرا لكم أصدقائي المشاهدين، ونلتقي على خير بإذن الله
في مباريات أخرى قادمة. إلى هذا الحين تقبلوا مني كل التحية، شكرا لكم وإلى اللقاء.